بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم زول الزلفلون. الزلفلة كنت تسمتين انجمت اللمس دي لشان كنت إليا ناقات. ان شاء الله خواتاتي تكونوا كامل بخير. راني عارفه بلي توحشتوني كيما انا توحشتكم خواتاتي. اليوم هذه المره رجعت لكم بفيديوهات مختلفه نوعا ما. ما ننساوش ندعو لخوتنا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين نصرا عزيزا من عندك يا رب العالمين. ونبدأ بالصلاة والسلام على خير خلق الله. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لي ولكم جميعا. خواتاتي حبيت نرجع كيما موالف للمشاريع، لكن هذه المرة راح نكثر النصائح. اليوم الفيديو تاع اليوم ما فيهاش وصفة، فيها نصائح خاصة بالحلويات فقط. هذه الوصفة لكم شايفينهم هنايا، انا بديتهم سيليت تاخت اللي راح ان شاء الله ديروهم للمحلات الشهر رمضان اللي تختلط. هذو صغار ومازال يعني هذو فقط اللي راهم واجدين ان شاء الله. راني نوجد في الفيديوهات ان شاء الله يعني حاجة مختلفة باذن الله الشهر رمضان ومشاريعكم القادمة ان شاء الله. راح ان شاء الله خلال هذه المشاريع راح نطرقوا لبعض الامور اللي مهمه وبزاف فيكم تجيني اسئله عليها بزاف. مثلا استاذه ام اليانا، الحجم تاع لي مول، كاين وصفه تجيب لي 200 مثلا 250 غرام تعطيني 50 حبه 40 حبه 30 حبه 20 حبه، كيفاش نحسب كيفاش ندير؟ سواء اللي ماكلت في البيت ولا اللي عندهم محلات ولا المشاريع. ان شاء الله في هذه الايام باذن الله راح نطرقوا لهذه الامور باذن الله كامل. وراني خلاص القناة تاعي راني درتها سبيسيالمون للمشاريع، لجماعة المشاريع، يعني فيديوهات راح نهضر بعقليتي، راح نتواصل معكم بعقليتي، راح نجاوب على الأسئلة الخاصة لجماعة المشاريع فقط. بقاو إن شاء الله معايا وراح نجاوب إن شاء الله على كل تساؤلات. قلت لك الآن بإذن الله راح نتخصص مع المحلات مع المشاريع. شوفي أختي، هنا تقدري تحافظي عليها في الثلاجة، تقدر حتى ليلة كاملة، يعني اليوم في البيتخا تخدمي كمية كبيرة تخليها في الثلاجة من تحت، سواء في الصيف ولا في الشتاء تحطيها من تحت في الثلاجة، وغدوة صباح تقدري تبدأي بها. وكيما اليوم أنا مباشرة راح نخدم بها وتخرج لي عادي، يعني ما كاش مشكل، بصح من الأحسن تخليها تريح يلو كان 10 دقائق ولا 20 دقيقة. كي يكون في الصيف خليها في الثلاجة، كي يكون في الشتاء غير هكا على برا وغطيها فقط، عادي جدا. هذه الملاحظة الأولى اللي حبيتها لكي تنجح الوصفة تاعكم. كاين واحد الحاجة البنات، هنا درنا 250 غرام مارغرين، يعني حابة نعلم لكم الأسس، لأنه الكثير فيكم المشكل تاعهم ماشي في الوصفة، المشكل تاعهم في طريقة العمل. هنا درنا 250 غرام مارغرين. بزاف فيكم يسألوني أسئلة، أستاذة أم إليانا مرات تخرج لي في المول 20 حبة، مرات 25، مرات 30، أين الخلل؟ كاين بزاف ماهوش فاهمين باللي الحجم هو اللي يحدد عدد الحبات اللي تخرجك، سواء هكا ولا في القاطعات. أنا مرات شتو كي ندير صابلي نقول لكم البنات أنا خرجت لي 20 30، بصح أنت صادير في القاطعة تاعك. شوفوا القاعدة واش هي. هذا 250 غرام، حنعلمكم حاجة، هنا راح تعطيني 20 حبة من هذا القالب. حساب البنات هذه يعني عجينة يعني نخدم بها، هذو القوالب تعطيك هنا 20 حبة. نفس العجينة هذه تعطيك منها 30 حبة، هذا القالب تعطيك منه 30 حبة، وهذا صغير تعطيك منه 40 حبة. إذا الثمن شكون اللي تكون فيهم غالية؟ هذه اللي تكون غالية. على مثلا احنا الحلوة استقامت لنا 40000، استقامت لي الحلوة كاملة مثلا مازال ما كملتهاش، 40000 عطاتني 20 حبة، 40000 تقسيم 20 حبة يعني الحبة راهي ب 2000، هذه راهي ب 2000، هنا 40 تقسيم 4 هذه استقامت لي 1000 فرانك فقط يعني الحبة. إذا هذه كي نضربها مثلا 2000 كي نضربها في 3 تعطيني 6000 الحبة تاع التختلات مثلا، نعطي مثال، هذه 1000 فرانك نضربها في 3 تعطيني 6000، يعني على بها الحاجة. مرات عليها دروك رجعنا، كاين واحد التقنية كيفاش يقولوا لها، يقولوا لها تقنية تحجيم الحلوة يعني تصغيرها. لماذا؟ ما اللي فاتت زوج تاعي جاب لهم ملفاي، صدقوني البنات هاك الحبة هكا، بصح الثمن بقى هو هو. هذه الطريقة اللي راهي مستعملة الآن، باسكو دوك كنت تقولي لهم ميلفاي في منطقتي تقولي من 10000 ولا ماشيش من عندك، الو يصغروا لنا الحبة تاع الميلفاي. هذا ما كان. هنا نفس الحاجة، دوك انت تبيعي هذه وحدة كبيرة، هذو ليمول، شوفوا البنات هذو ليمول دوك واش راهم يخدموهم؟ راهم يخدموهم يا إما ليكيش في رمضان إلى آخره، يا إما
يا اما لي تارتلات تاع رمضان، تارتو شوكولا، تارتو فلون، هادو هما اللي يخدموهم الكبار. من غير هذا لو يتباعوا كيما حنا الوصفه اللي حنديرها لكم اليوم، راهم يخدموهم تقريبا، راهم يصغروا، راهم يرجعوهم في هذا الحجم. حتى انه كي تقدميها للضيوف ولا يعني دوك الناس رجعت للحاجه الصغيره. اذا كان عندك محل اختي، يعني نهضر انا المشاريع تاعي من الان فصعيد راح يرجعوا جماعه المحلات والماكيتات في البيت وكامل كامل المشاريع والمقاهي. كما المقاهي مثلا ما تخدمينهمش هذو، هذو ما ينخدموش للمقاهي ابدا ابدا ابدا. المقاهي هذا هو الحجم اللي نخدم مثلا اذا حبيتي تخدمي المقاهي. هذا هو الفرق في التسويق، كل حاجه وكيفاه. بالنسبه للضيوف هذه تقدري ديريها للضيوف وتعطي كميه كبيره وتعمري بها طبيسي، وكل وحده تدي حبه حبه، وانت نقصي 40 عبد ديري غير هذه الوصفه. بصح كون ديري هنا تسقم لك 30، كون ديري هذه لازم العجينه ديري منها اذا كان عندك 40 عبد ديريها زوج مرات. فهمتوا؟ ما متذكاء في طريقه العمل، في طريقه انك تقتص دير روحك. وبالنسبه لك كمحل ولا كوحده تخدم، بزاف ناس تحوس على حاجه ناقصه في الثمن والكميه تاعها كبيره. صح. بالنسبه اليوم ام الي انا واش نديروا اليوم؟ شوفوا انا في البيت باش نزرب ندير لهم هذه نزرب باش 20 حبه وصاي خلاص كملت. اما بالنسبه انتم كمحلات راح ندي ذا المول، تعلمتكم باش تعرفوا باللي ام الي انا صاي حفظتكم ولا سؤال ما نخليه لكمش في قلبكم. شوفوا هذه شعل فيها العرض، فيها 5.5 سنتيمتر قطر، القطر القطر هذوك جماعه الرياضيات، القطر استاذه القطر، ها القطر 5.5 سنتيمتر هذه، وهذه صغيرة، هذه صغيرة 4 سنتيمتر بصح شوفوا صغيرة منها، صغيرة بين هذه، كون فاهمين. هذه إذا 5.5، هذه الكبيرة تاع لي طاخت الكبار 7 سنتيمتر القطر تاعها، هذه 7، هذه 5.5، هذه شحال قلت لكم 4 صحيح. تفهمنا البنات هاي، هذه الكمية هنا 20 حبة، هذه 30 حبة، هذه 40 حبة. فهمتوا؟ هذه بالنسبة للعجينة، مازال ما هدرناش الحشو ثاني تقريبا نفسه، علاه؟ باسكو اللي تدي هذه يدي النص تاع دي، تدي ربع تاع هذه، تقريبا كيف نفس الطريقة تاع الحساب. في آخر الفيديو جماعة المشاريع تعرفوا أنا دايما معكم، إن شاء الله إن شاء الله راح نعلم لكم دايما الحساب، دايما طريقة الحساب، سواء إذا كانت هكا كيفاش تحسبي 20 حبة 30 حبة 40 حبة، ونضاعف لكم الكمية إن شاء الله. وإن شاء الله كامل أسئلتكم البنات، خلوا لي أسئلة أي سؤال، وماذا بكم مام إذا ما كانش عندكم أي سؤال طرحوا، كتبوا لي أي حاجة. بس كل قناة عندي بزاف ملي خليتها في اليوتيوب، كي تخلي القناة مدة يعني اليوتيوب ما يبداش ينشر الفيديوهات تاعك كي شغل أنت موظفة كسولة. أنا صح الحمد لله ما جيتش نخدم عند الدولة كنا هم خرجوني المهم البنات كيما قلت لكم فضلكم، يا لو كان بجام، يا لو كان بتعليق، توحشناك ام انيانا، واش راكي ام انيانا، اي حاجه، اي شكرا ام انيانا، اللهم صل على سيدنا محمد، ادعوا لخوتنا في فلسطين ربي ينصرهم ان شاء الله اجمعين، اي حاجه اخواتاتي، المهم خلوا الفيديو تنتشر من فضلكم يا اخواتي. بعد ما نحضروا كامل القوالب اللي عندنا، اذا كنتي تخدمي في المحل تستعملي هذه الطريقه اللي راح نوريها لك، تحضري كامل القوالب. بالنسبه للقوالب مثلا هذو لي فون دو تارت اللي نخدموا بهم لي فون دو تارت، لازم عندك اذا كان عندك محل ولا تخدمي مشاريع، لازم على الاقل كل حاجه تشري من عنده 100 حبه، يعني 100 من هذا، 100 من هذا، ولا مثلا 100 من هذا، ولا لازم عليه باش تخدمي. كيما انا دروك عندي في هذو غير 20، يعني نخدم 20 باش نجي نكمل على 10 الاخرين. العجينه راهي بقيت لي، ها هي العجينه خواتاتي راهي بقيت لي، بصح انا دروك نخدم هذو حتى يخرجوا يطيبوا باش ندير فيهم. لكن انت بالنسبه كمحل ولا مشاريع خواتاتي، واش نقول لك؟ نقول لك لازم تشري على الاقل 100، تشري ب 100 150 باش تخدميهم في رحبه. تخدمي مثلا العاملات ولا انت راهم يخدموا 100 ولا 150 في رحبه، ووحده دير لهم الحشو في رحبه. يعني الكميه انا راني نديرها في وقت هذا كاع مضيعه تاع وقت، نستنى يطيبوا كاع. انت لا لا انت السنيوات تدخليهم مباشره، يعني هذو بين تقنيات بزاف يسالوني حلوتين انا كيفاش نطيبوا، كيفاش طريقه العمل، كيفاش ان شاء الله باذن الله في هذه الدوره باذن الله تاع المشاريع، مشاريع المحلات ومشاريع العلب ومشاريع على المقاهي، باذن الله باذن الله راح نعطيكم هذو لي زاستيس اللي تاع بصح يعاونوكم. انا عارفه بلي او دي بي تكوني مبتدئه ولا هذا وين بديتي مشروعك، تبان لك بلي حاجه شويه يعني بزاف تشري 100 مول، بصح انا واش نقول لك، جو بريفير تشري 100 مول ولا كيما هكا. شوفوا عندي باغ اكزومبل 30 منذي، عندي 20 منذو، عندي من هذو،
راكم فاهمين؟ يعني انا نشري كي شغل واش نستحق، يعني كاين وحدين كيما مثلا تاع كيما مثلا تاع العرايس وكاع عندي 150 عندي باسكو كي نخدم للعرايس وكاع هذوك نخدم نشري كميات كبار. كاينه حاجه واحده اخرى ثاني حبيت نعطي لكم كم ملاحظه البنات، شوفوا هنايا شوفوا انا شريتهم في اوقات مختلفه، شوفوا يعني شريت هادو وشريت هادو، كي جبتهم شوفوا لقيت باللي هادو عراض على هادو، يعني هنا علاه قلت لكم كي تشرو شو كميه في رحبه. انا وحده من الناس مرات نروح نشري مثلا نضركم وريكم واحد المول هنايا واحد لي مول هنايا، ايه شوفوا هادو لي مول وهادو. انا كي رحت نشري انا عديني بغيتي كيما هادو لي مول، انا وحده من الناس كي رحت نشريهم شوفوا انا عديني نفس الحجم هو، لا لا ماشي كيف كيف، هذا كبير على هذا، علاه قلت لكم ومام الشكل تاعو الداخلي ماشي كيف كيف، يعني ما عطاتناش نفس النتيجه. كي تشرو بالنسبه لي اذا عندكم مشاريع ولا حابين ديروا هكا بكميات كبيره، ولا يعني نصيحه لكم خواتاتي عن تجربه، رانا نعطيكم تجربتي كامله نحطها لكم ان شاء الله في ميزان حسناتي. هذا ما كان، الحمد لله على كل حال، الله يجعلنا غابه ونصحت صحيح مهمين بزاف خواتاتي، نتوما تبان لكم بصح انا دائما واش شيء الحاجه اللي دائما مازلني نعلمها لكم، لو طون سي دلارجون، بدل ما تخرجي في النهار 100 حبه ولا 30 كيما راح ندير انا، انت تقدري تخرجي 100 حبه، وما اذا كان عندك العاملات ولا هذاك علاه، يعني بصح ما تظليش فما العاملات ما تظليش يعني حتى يدخل جزء للفور باش تستناي الجزء الثاني، علاه ما تكمليهمش كامل في رحبه يطيب وكامل في رحبه تخرجي كاع في رحبه وكملنا. ما تظليش دوري باسكو هذا كامل يسموه تدوار ومضيعة الوقت، بدل ما ديري زوج انواع تعشي في نوع واحد راكي تدوري غير على جال ليمول اللي ما عندكش. باذن الله الفيديوهات القادمه راح تكون خصيصا لجماعه المشاريع، سواء في البيت سواء انت حلواجيه سواء انت مشاريع العلب والحلويات ولا المحلات، باذن الله راح نعطيكم الوصفات بدق التفاصيل بالنصائح اللي تحتاجوها زائد الثمن وكيفيه البيع ان شاء الله، وراح نعطيكم ثاني تقنيات كيفاش يعني تخدموا وصفات باش تخرجوا فيها ان شاء الله رابحين باذن الله، احنا رابحين رابحين باذن الله. خواتاتي فوزي قرزناتي حدايا نجي كنت لهنا التلويث، مقبل ما نقول لكم ارسم ليليث حطوا لي ذاك الجام زيدوا لي ذاك التعليق ارسم ليليث.